لأول مرة في تاريخه فاز المنتخب المصري لكرة اليد للشباب ببطولة كأس العالم للناشئين بعد تغلبه على المنتخب الألماني في المباراة النهائية أمس الأحد. فاز المنتخب المصري بنتيجة 32-28 في البطولة المقامة في مقدونيا، وكان المنتخب المصري قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على البرتغال، فيما تأهل المنتخب الألماني بعد التغلب على نظيره الدنماركي.